خبر اول اللي عدنا عن قمر الطاي وش الغريب اللي سوته. بالنسبه لاول شيء يا حبايب هو تنزيل هذا التصميم اللي كان بيه نورمار مثل ما شايفين صورته، كانت تحكي على شعرها ولكن بس انتبهت انه بيه نورمار حذفته، فتتوقعون هي مشتاقه له وتريد تصالحه؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شنو توقعاتكم. اما بالنسبه الثاني شيء يا حبايب، الاغلب لاحظ بالفيديو اللي نزلته قمر الطاي انه هي يمكن تريد تصالح يارا، فلذكر من فتره من كان عيد ميلاد قمر الطاي وكانت ويا يارا جابت لها هديه واللي هو عباره عن قمر، راح احط لكم اللقطه شوفوها مثل ما شايفين اللقطه. كرة أرضية بتنور. فباخر فيديو نزلتها قمر الطايب اللي هو جوله بغرفتي، الاغلب لاحظ ان هي بعدها محتفظه بهذه الذكرى من يارا، فهل يا ترى هي مشتاقه لها وبعدها تحبها مثل قبل؟ فاكتبوا لي بالكومنتات هل ممكن تصالحون ولا تحبون هذا الشيء او لا؟ ننتقل حاليا برامج اليوتيوبر، اول شيء اللي هو نورمار يا حبايب، فنزل هذا البرومو من حلقته الجديده اللي راح تنزل اليوم، راح تكون ويا بيسان اسماعيل، راح تكون حلقه ناريه مليئه بالمفاجات، راح اعطيكم لقطه يا حبايب اللي يحكي بها عن حب انس الشايب انه هي تحبه او لا، راح اعطيكم اياها. مطمئنين عشانها، معنا ومعكم بيسان اسماعيل. كلمة أديوس داروها على هذه الحالات. انت شو هالاسئلة يا شباب؟ بتحبي انس ومخبي على السوشيال ميديا؟ لا لا البرنامج فيها شي غلط. يعني اجرك اذا شلتيها مرة ثانية بوكس. طبعا الحلقة راح تنزل اليوم يا حبايب على تقريبا الساعة 8. اما بالنسبة لانس الشايب فاطلق امبارحة اول حلقة من حلقات برنامج الجديد، كان بلانا واللي سوى بها المقلب وجاب لها حيوانات مفترسة صريخة ووفها، ولكن الاغلب لاحظ من اللي شافوا المقطع انه لانا وايد جيب صورة نورمار انه هي تحبه واضح، سواء من كلامها او تقول انه هو افضل محتوى باليوتيوب، راح اعطيكم اللقطات شوفوها. امك؟ امك امي تاج راسي. وانس مين احلى محتوى باليوتيوب؟ نورمار. مين؟ كمان؟ لا 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 نور. فكتنا حباب بالكومنتات هتوقعون فعليا لا تحب نورمار او لا. ننتقل اخر شيء يا حباب النور ستار والمقابلة اللي سوتها اللي صار يسألوها انه شو رايك بالاشخاص اللي يقلدون او يستقون محتوى بعض، صارت تقول انه اليوتيوب هو كله عبارة عن نسخ، ما بهذا الشيء كلش عادي، وان هي افكار كانت تسويها من 5 سنوات اكو يوتيوبر حاليا يسووها. طبعا الاغلب اتوقع انه كلام موجه لنارين بيوتي بسبب الخلاف اللي ما بينهم السابق على سرقة افكار، راح احط لكم اللقطة شوفوها. فكرة كثير من الافكار اللي بتشوف العرب عم بيعملوها بيكون الاجانب عملوها كمان قبل، في افكار هلا عم تطلع انا عملتها من 5 سنين، فانا لهيك انا ضد انه حدا قلد حدا باليوتيوب او حدا اخذ فكره من حدا، لا ما في، لانه هي كلهم عم بيستوحوا من بعض. بس والله حبايبي اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بالاشخاص اللي يبقون افكار ثانيه اللي هو عادي او لا، وبس لانه وصلت المقطع في نقطه ولايكات، كانكم فايز زي ما قدمت القصص، احبكم وبس، مع السلامه.